لكن هو مليان جدا من الالوان. نرجع للرياضه والطبخ، انا اليوم بدي اجيب منضده بالمدرسه برعاية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية، وبالتعاون مع قسم تمكين المرأة تستضيف البصرة اليوم لمدة يومين الورشة التدريبية بعنوان المفاهيم الأساسية لظاهرة التطرف العنيف ودور المؤسسات التربوية في الحد منه. تنطلق هذه المفاهيم من المؤسسات التربوية كون هذه المؤسسات هي الانطلاقة الأولى للحد من هذه الظواهر، كون تماسها المباشر مع الطفل والطفل انعكاسه مع الأسرة. هذه الورش نستدين بها لرفع مستوى الأسرة أولا وبعد ذلك المجتمع. قيم مؤسسة تجديد عراق لتنمية وتطوير الاقتصاد وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع وزارة التربية، وقيمت الجلسة في محافظة البصرة والتي تشمل أربع محافظات التي هي البصرة ومحافظة ميسان ومحافظة المثنى ومحافظة ذي قار. من كل محافظة منها من قسم الإشراف ومنها من المدراء. هذه الجلسة لفهم الأدوار الأساسية والرئيسية للمناصب وأيضا للمشرفين بما يخص التطرف وكيف نحارب التطرف ونضع الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة التي باءت منتشرة في المحافظات وفي عراقنا الحبيب. الإشراف الاختصاصي والتربوي له وليد الطولة في هذا الموضوع، حيث هما أصحاب الميدان والمشاركة الأساسية في والمتابعة، لأنهم أصحاب القرار الميداني والمساس المباشر بالمشاكل. لذلك لدينا مشرفين تربويين في الإرشاد التربوي وكذلك مرشدين تربويين في مدارسنا تقع على عاتقهم مهمة هذه أو هذه المهمة في القضاء على أو الحد من ظاهرة التطرف في مدارسنا. من الشرف اليوم نحضر وننقل هذه المبادرة ونوظفها في مدارسنا وفي أقسام محافظة المثنى لنشر ثقافة الوعي في ورشات تدريبية وتطويرية لكوادرنا في المحافظة وفي المدارس للحد من ظاهرة التطرف كل حسب اختصاصه، سواء كان مشرف تربوي أو مدير مدرسة. ويا ريت يعني انضاعف من هاي الورشات من أجل نشر الثقافة والوعي بين كوادرنا ومنه إلى المدارس والقضاء على التطرف. طبعا دور إدارة المدارس هو تثقيف أولياء الأمور وكذلك فتح مجال كثير للمرشدين، مرشدين الصفوف وكذلك الإرشاد التربوي في داخل المدارس في الحد من ظاهرة العنف في المدارس، وكذلك أيضا نقوم في توعية الطلبة من خلال زيارتهم في الصفوف وكذلك إقامة بعض الورش التدريبية للمدرسين وكذلك للمرشدين في إتاحة الفرصة في القضاء على العنف في داخل المدارس. كانت ورشة كلها ممتازة ورائعة واستفادنا من أثر الكثير إن شاء الله، وبدوري أنا كل مسؤولات كل مرة كل محافظة إن شاء الله راح نكون الورشات والندوات في إدارات المدارس حتى نهيئ للتلميذ وللطالب جو متميز ونحل كل المشاكل اللي يعانون منها الطلبة والتلاميذ. كانت هذه الورشة هي المفاهيم الأساسية لحل العنف والتنمر اللي داخل المدرسة. ياكل يشرب ويناموا من حسن حظ هذا الطالب انه لقى مدرس فنيه جديد وشاب احتوى هذا الطالب واكتشف انه هذا الطالب